بيك اب اللي هو السياره سيلفرادو، ممتاز. عندنا فئه الاس يو في السياره سوري اليوكون والتاهو. اتس اوكي اتس اوكي. يلا تمام ابو فلاح، كلمنا عن السيارات اللي هتشارك اليوم في السباق او اللي شاركت اوريدي، هل هي مزوده، هل هي سيارات عاديه، فئات اي فئات مشتركه معنا؟ الامانه اليوم عندنا اربع فئات تعتبر او اربع فئات، نعم. الكورفت الكامارو من ناحيه فئات السيارات السبورت، وعندنا الاس يو في والبيك اب. الاس يو في عندك السيلفرادو، عندك التاهو واليوكن. فئه البيك اب عندك السيلفرادو والسيارة. السيارة ممتاز، فيهم تعديل وفيهم بدون تعديل، مظبوط؟ بشكل عام بطوله سويحان تتطلب سيارات معدله والباور ادد اللي يعني تكون مزوده ب التيربو او السوبر تشارج او الغاز او بوث، بس يعني لاول مره نحن نعملها هنا في تلال سويحان، وكانت على فئه اسمها فئه الستوك اللي فئه المصانع. بادره طيبه من بن حموده انه وضع انه لازم جماعه الستوك يشاركوا تحفيزا لهم. ثاني شيء تطلعي الطاقات وكل واحد يعرف سيارته طبعا، ان هذه سيارتي كمصنع ما يعني هذه قوتها. عارف يتعرف على سيارته في الشارع، والامانه ما شاء الله تميزوا الجماعه يعني من ناحيه السيفتي كاسعاف كشرطه ما شاء الله ما شاء الله. يعني طبعا احنا اهم شيء طبعا يهمنا هو الامان طبعا، الشارع مهيئ امانه يعني تقدر يعني من تجي على المكان والفاميلي اللي احنا عايشينه مع بعض يعطيك الثقه انك تتشجع حتى لو متردد امانه. هو اللي انا كنت ملاحظه في السباقات اللي كانت قبل كده موجوده، كان شباب الستوك او السيارات العاديه الغير مزوده كانوا بيجوا بس بيكونوا بيتفرجوا، كان نفسهم يشاركوا بس ما كانش حد عمل المبادره دي وقتها لسه، فالحمد لله. طبعا بن حموده للسيارات اشرك الشباب وجمعهم على ان هم يشيكوا سياراتهم ويفحصوها، واصروا ان جماعه الستوك يشاركوا. ممتاز ده ممتاز. السباقات القادمه ان شاء الله ممكن تكون بنفس الطريقه، في اي افكار ثانيه جديده هتتم اضافتها؟ والله في فكره ما شاء الله انا شفتها لاول مره، اشوف جماعه البيك اب جايين كحماس متحمسين، ها هم جايين معدلين نفسيا. طب ممتاز ممتاز. معدل نفسيا بسيارته يجي. طب راح نطرح افكار جايه، وما اظن يعني بن حمودة للسيارات يردون الأفكار البناء أو اللي تدعم البراند أو أي شيء تحت مظلتهم. طيب احنا نشكرك على اللقاء السريع ده، طبعا احنا يوم جمعة طبعا أكيد هيكون في صلاة دلوقتي، أكيد هنرجع تاني إن شاء الله بعد ما الشباب يخلصوا الصلاة ونشوف المراحل اللي بعد كده للتسابق إن شاء الله. خلصنا المرحلة الأولى، باقي المرحلة الثانية، وبعد المرحلة الثانية راح يكون سباق لأقوى 6 سيارات اللي راح ينافسون، يطلع منهم الأول راح يكون يلقب بلقب رعد سويحان، يعني ملك سباق رعد سويحان، كينج بالإنجليزي كنا نقول له سويحان ثندر مايل كينج. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص يبقى نشوفه إن شاء الله وقت ما يبتدي السباق، هنتابعهم كلنا مع بعض. ونشكرك مرة ثانية يا أبو فلاح، أهلا بيك أهلا بيك أهلا أهلا أهلا.